مساء الخير. انحسار مقدمة الشعر قد تكون لأسباب عديدة، ومنها وأولها وأهمها تساقط الشعر الوراثي. السبب الثاني قد يكون نتيجة شد الشعر المتكرر، إما عن طريق وضع خصلات الشعر باستمرار أو عن طريق استخدام الباندات في مقدمة الشعر خصوصا عند الأطفال. والسبب الثالث ونادر الحدوث قد يكون نتيجة مرض أو نوع من أنواع الحزاز اللي يصيب مقدمة الشعر خصوصا عند النساء كبار السن. طبعا إذا كان تساقط الشعر الوراثي هو السبب، استخدام بخاخ المينوكسيديل قد يساعد في حل المشكلة والتقليل من انحسار الشعر. أما إذا كان سبب الشد المتكرر للشعر فيجب التوقف عن العادة السيئة هذه. وإذا السبب كان الحزاز فللأسف أن عودة الشعر للنمو مرة أخرى قد تكون صعبة حتى مع استخدام العلاجات المضادة للملاريا مثل البلاكونيد.